الاتحاد الافريقي بمناسبه انتهاء دوري الابطال حب يعمل استفتاء بين الجماهير، ايه اجمل هدف، افضل هدف في دوري الابطال؟ هو قالوا افضل هدف اللفظ افضل هدف اتسجل في دوري الابطال، وساب التصويت للجماهير، كل واحد حر يصوت اللي صوت له. كانت النتيجه فاز هدف القاضيه ممكن لمحمد مجدي قفشه اللي فاز للاهلي بالبطوله كافضل هدف في دوري الابطال السنه دي، جول جاب بطوله. لكن من واقع تساؤل المهندس عدلي ليه اشمعنا واخواتها دي اللي بتحكمنا وبتحكم تفكيرنا، اندهش الزميل العزيز عمرو اديب على هذه الجائزه، كانش لوحده في هذا الامر يعني، وسال الزميل احمد درويش الناقد الرياضي عن قصه الهدف وليه قفشه اجمل هدف، ليه قفشه افضل هدف، نشوف كان بيجادله نشوف عن رايك، وانا مش متحيز يعني عن اختيار جون قفشه كاحسن جون في بطوله افريقيا. انا رايي وبكل حياديه يعني ان جون شيكابالا طبعا احلى من جون قفشه، انت ايه رايك في الموضوع؟ شوف يا زعم، هو مقياس الاختيار بالنسبه لنا كان ايه وفقا للتصويت؟ الاجمل ولا الافضل؟ تمام يا زعم؟ لا مش سامع يا احمد، قول تاني. مقياس الاختيار او المسابقه اللي تم الاعلان عنها من قبل كاف عبر صفحته، الهدف الاجمل ولا الهدف الافضل؟ يعني ايه الفرق بين الافضل والاجمل؟ شوف، في الاجمل وفي الافضل. هو المسابقه مكتوبه الهدف الافضل، وبالتالي ده طبقا لانه مسابقه من اختيار الجمهور، فكان للجمهور الاهلي القدره والسيطره والغلبه. لا انا بسالك انت كناقد رياضي، كناقد رياضي، جون قفشه ولا جون شيكابالا؟ اصله واضح يعني جون قفشه الكره رجعت له وشاطها دخلت، انما الثاني كان عامل قيمه، يعني شيكابالا عامل قيمه. طيب انا مش والله مش اهلي والزمالك، بس انت حتى لو سالت اهلاويه كتير هيقول لك جون شيكابالا طبعا. طيب ده جميل وده جميل، هدف قفشه هو الاغلى، هدف شيكابالا هو الاجمل، عشان نبقى منطقيين. ايه الاغلى ده يعني؟ ثمنه مثلا؟ طبعا اغلى، انه جاب بطوله غاليه جدا، صعب بيها كاس عالم انديه، توج بيها الاهلي بطل افريقيا، كمان العائد المادي ثمنه اغلى لان النادي الاهلي بيحصل. انت كناقد رياضي، انا هجيب لك فيديوين، فيديو فيه جون كابتن قفشه الله يبارك له وجون شيكابالا، واقول لك يا احمد انهي جون احلى؟ بسيطه، الاجمل شيكابالا، الاجمل شيكابالا. هو اصر كابتن او الاستاذ عمرو اديب ان يضع الاجابه في فم النقد الرياضي المحترم احمد درويش، وابتدى يقول له اصل جون قفشه انا مش متحيز والله جون قفشه فيه قيمه. يا استاذ عمرو لو كان على القيمه، ما المسابقه ما كانتش على القيمه اللي في الاجوان، لان بهذا المعيار كان لازم بقى يخش وينافس ويفوز هدف الكابتن حسين الشحات في الوداد. في الوداد نتفرج بقى على القيمه بقى اللي رقص والنمنمه اللي رقص كل البلد، واحد اتنين تلاته اربعه جون، لا في اهداف اذا كان على القيمه. لكن جون الكابتن شيكابالا، جون ماركه الكابتن شيكابالا، جون محترم، بيقول على قدرته انه يقدر يقطم ويقطع ويشوط بالقدم العكسيه، ان جه من اليمين يحطها ان جه من الشمال يحطها باليمين، ان جه من الشمال من اليمين يحطها بالشمال، جون حلو جدا وراح في السوكه، وجون عمل تعادل. لكن جون قفشه لا، مش جون عادي، جون قفشه فيه توقع وفيه تعليمات، خش واقتحم، دخل في وسط اتنين، اصطاد كوره ضله، خدها الاول على ركبته ما طالتش منه، وبعدين شاطها قبل ما تنزل على الارض وهو بيجري. لا يا حبيبي، ده جون فيه قيمه عاليه قوي قوي قوي. وبعدين يا سيدي، ده جمهور الاهلي شايف الجون ده احسن، وجمهور الزمالك شايف الجون ده احسن، وعندما يدخل الاستفتاء في حسابات الجماهير الاهلي جماهيره بترجحه، ما نزعلش، ما نقعدش نتكلم. وبعدين اذا كان اللي على الافضل مؤكد ان الجون ده الافضل، ليه بقى؟ جاب لك بطوله في نهائي على غريم او منافس تقليدي، وصلك لكاس العالم، جاب لك مبالغ هائله جدا، دخلك التاريخ، توقيته عمل افيه هو الاعلى. القاضيه ممكن، القاضيه ممكن، القاضيه ممكن. فما
دي التصفيه بين المقارنات لغايه لما وصلوا للهدفين. طب حسين الشحات، طب اقول لك حاجه، حسين الشحات كان بينافس مين؟ كان بينافس قفشه. يعني في سكه قفشه. يعني اللي اختاروا قفشه ما اختاروش حسين. هل جون قفشه بمعيارك انت من ناحيه النمنمه يا ملك النمنمه والقيمات احسن من لا، لكن اهم. طبعا اهم، لان ده كان جون حاسم زي جون الكابتن ابو تريكه، حاجات مش هتتنسي. جون عماد متعب وزي جون كابتن عماد متعب في الكونفدراليه، في الحاجات اللي التاريخ يتوقف. أما يعني هو في زج... طب في الدوري جون الكابتن رضا عبد العال في غزل شبيه، في شبيه في جوان كده، لكن انا تعيش. هل نقعد نقول ان هين احلى بمعيار مين؟ انت شايف ده احلى؟ جمهور الاهلي شايف ده احلى. وجمهور الاهلي لما جه يفاضل بين الجون بتاع حسين الشحات، لانه ما كانش يعني بيعمل حسم، صحيح، انما ده جون انتظره الجماهير بالشكل ده، كوره وانت بتجري بهذا الاندفاع ما تطولش منك، كنت بتاخدها على فخدك ولا على ركبتك عشان تاخد قرارك قبل ما تنزل الارض، وانت بتجري تشوط فيتنبأ بن شرقي يبص لها ويقول يا نهار ابيض، وهي لسه بتطلع من رجله، شعر انها جول.